طيب بعد ما خلصنا انفلاميشن في الليد مارجن في عندنا نوع تاني من الانفلاميشن بيأفكت الاي ليد في الستاي او بنسميه الهورديولوم اكسترنوم الستاي طبعا هو هنا طبعا مكتوبه غلط الستاي هي ستاي acute سبيورتيف inflammation of ازيز gland and the lash follicle formation of small abscess طبعا في هنا كذا انا جايب كذا صوره ليها لان هي مهمه في التشخيص وهنقابلها في حياتنا العمليه كتير ممكن في الراوند ما نتعرضش ليها لان الدكاتره مش بيفضلوا يعرضوها على الطلبه لكن يعني ممكن نشوفها وممكن لا لكن في حياتنا احنا واحنا ماشيين كده في الشارع او قابلنا حد من قرايبنا ممكن نلقى عنده دي بت ال... ال, ال بتكون منتشر الاتيولوجي طبعا بريدسبوزنج فاكتور ديابيتس وبور جنرال ريزيستنس طبعا احنا بنقول ديابيتس في, في الامراض اللي ديت ليه لان الامراض اللي ديت صعب تيجي العيان مناعته كويسه ممكن تكون مناعته متاثره بعض الشيء فالديابيتس ممكن يكون احد الاسباب اللي بتؤدي الى الامراض ديت ان هي تظهر في العين الكوستف <سؤال> اورجازم ستاف اويرس سيمتومز ليد سويلنج لكن طبعا هنا ليد سويلنج لازم نحدد مكانه بالظبط دوت طبعا الدكتور لا يحدده لكن العيان على قده في السيمتومز هيجي يقول لك ايه يا دكتور انا الجفن بتاعي منتفخ ويقول لي عندي وجع بينقح عليا وفي الاول انت في الاول هيقولك عندي وجع هتقول له حدد لي الوجع مش هيعرف يحدده في الاول بعد شويه او بعد فتره مثلا من المرض هيقولك ال... الالم بقى بينقح عليا اللي هو ثروبنج بين انما الدل ايكنج بين بيبقى يعني ملوش مكان محدد عمال يعني مثلا يشولك على وشه كله في الم في وشي فين مش عارف فدوت ايه اللي العيان هيوصفه لك انت كدكتور بقى تروح تبص عليه اول حاجه هتلقى عندك ريد سويلنج تقدر بقى لازم تحدد مكانه بالظبط لان على على حسب مكان الريد سويلنج هيختلف تشخيصك زي ما هنعرف بعد شويه فاول حاجه هنقال related to lash close to lid margin and pointing on skin اذا related to lash ان هو قريب من الاي لان احنا قلنا ان هي بتيجي في الزيز جلاند اللي هي related to eyelash. close to lid margin قريب من الليد margin مش بعيد يعني مش في المنطقه دي مثلا لا ده هو على الطرف خالص هنا pointing on the skin يعني بيبقى بارز لبرا على السكن كده زي دي كده ابارز لبرا تمام طيب التريتمنت هوت fomentation علاج يعني كانه علاج اي ايه اي حاجه فيها باز هوت fomentation مع لوكال انتبيوتيك سيستميك انتبيوتيك برضو اف بوينتينج ممكن اعمل لها ايه ايفاكويشن ممكن يعني لو الباز كبر قوي في بعض الحالات يعني كبر قوي قوي في العين ممكن نعمله ايفاكويشن ان احنا بنفتح لكن بنفتح بطريقه هوريزونتال انسيشن لو تكون عندي ابس ما نفتحش يعني بنفتح ايه بالعرض كده ما نفتحش بالطول طيب ايه هو الهارديولوم انترنوم احنا قلنا ده برضو نوع من الستاي لكن الفكره ان هنا بيحصل عندي اكيوت سوبرتيف انفلاميشن فيلم الميبوميان جلاند بينما اللي قبله كان بيحصل عندي في الزيس في عندي برايمري وسكندري تايبس ازاي يعني المهم من الحته ديت ان احنا كانه ديفرنشال دايجنوز مع الستاي مش عايزين نعرف فيه اكتر من كده يعني لو جاب لنا موضوع في امتحان الستاي تكتب له في differential دايجنوز هتكتب له هورديولوم انترنال وتحط له الجدول ده ده اللي عايزين نعرفه في الهورديولوم انترنال بس ونقارن بقى الستاي ات red مارجن انما هورديولوم انترنال بيبقى ان ذا تارسس ودي بتو الأوربيكيوريس الساينز هنا تبقى مايلد هناك ماركت سويلنج ريتد تو لاش يلوش سبوت اوف باس سين ثرو بالبيبرال كونجنكتيفا يعني احنا ممكن هنا ديت تكون هورديولوم انترنو الصورة الأخيرة دي الأوربيكيوريس كونتراكشن مش بيأفكتد في الستاي انما بتبقى افكتد في الهورديولوم انترنو والتريتمنت طبعا تيتم انتبيوتك انما هنا الانسيشن بيختلف هنا هوريزونتال انسيشن وهنا فيرتيكال انسيشن هنا بنفتح بالطول كده انما قبلها بنفتح بالعرض طيب عندنا برضو كاليزيون ممكن يبقى ديفرنشال دايجنوزس مع الستايل لكن كاليزيون من المواضيع الكبيره لوحده يعني كرونيك نان Specific انفلاميشن Lipogranuloma اوف Meibomian جلاند اذا اول حاجه نعرفها فين هو افكشن في Meibomian جلاند التيولوجي بتاعته انون لكن ممكن تكون بسبب ايه اوبستراكشن في الميبوميان جلاند فتجمع عندي Secretion فعمل عندي ايه ان ايه؟ ايه بروليفريشن. الاوبستراكشن ده حصل عندي بسبب الابسليم حصل له او دراي سيكريشن بتاعه الجلند او كرونيك اريتيشن باي لو فيريانت اورجانيزم المناعه مش قادره تقتله symptoms painless swelling of eyelid usually of long duration no pain unless there is infected calcium طيب ايه الفرق بين كليزيون والاستاي شايفين اولا كليزيون بيبقى بعيد قوي عن طرف ال طرف الجفن وكمان كمان بيبقى بينلس لان اساسا يعني مش بيتكون فيه بس هو عباره عن سكريشنز متجمعه او حصل عندي زي آه كرونيك انفلاميشن ادى الى of اوف دي الدكتور لما يجي يبص عليه هيبقى عندي growing جروينج بينلس of اوف تارسس وفي حاله قلب الجفن هنقل ان Conjunctiva لونها احمر وكمان البوينتينج هنا احنا قلنا ان السبب يبقى بوينتنج كوتينيوس هنا في الكوتينيوس بيبقى اعلى جدا من الستايل زي ما احنا شايفين الفيت اما ريزوليوشن او infection يحصل له يبقى ايه هورديولوم انترنام زي اللي خدناه من شويه لان هو اساسا ايه نون سبيسيفيك انفلاماتوري يعني ما فيش ما فيش اورجانيزم عمله فهو بيبقى بنسميه ايه آه زي انتفاخ نظيف ما فيهوش لس عشان كده هو بينلس انما ممكن يحصل ان أورجانيزم يخش فيه فيعمل له ايه انفكشن بنسميها فبيبقى زيه زي, زي الهورديولم انترنال ممكن يبقى مارجنال يعني يجي على الطرف لكن طبعا مش هيبقى في الحاله برضو برضه ايه ستايل لان الستايل بيبقى صغير وبيبقى بيبقى بيبقى بينفول بينما بيبقى بينلس او بيكون عندي سيست وكل ما الج... الكريزيون بيكبر ممكن في الاخر من كتر ما كبر يؤدي الى توزس ان العين تتقل فتنزل لجوه تنزل لتحت الجفن ينزل تحت زي ما احنا شايفين هنا هنا في توزس زي ما شرحنا من شويه المفروض ان الايليد بيكون مغطي سوتس القرنيه انما هنا طبعا مغطي اكتر من كده حوالي التلت وداخل على النص تقريبا بسبب التقل اللي عامله الكريزيوم الديفرنشال diagnosis من التوب... التيوبركيلوما والادينوما والسبيشال سيست التريتمنت لو هو فيري سمول كاليزيون نديله فيتامين اي يعني ميديكال تريتمنت لو مارجنال بنعمله سكرابنج بنكحته from the مارجن. بعد كده بنعمل diacermy عشان نمنع ان هو يرجع تاني لو هو moderate or large بنعمله vertical incision وسكرابنج scraping لو multiple collision بقى في حالة دي بنضطر بنعمل بنشيل جزء من ال i نفسه من التشو نفسه combined excision of the tarsus بنشيل الترسس and conjunctiva leaving lower third of the tarsus. احنا بنسيب lower third of the tarsus عشان اه, ما يحصلش حاجة بنسميها notching إيه طبعا الكلام ده تفاصيل عمليات لكن احنا عشان نفهم الكلام ده هو احنا هنا بنقول ببساطه ايه ان احنا عندنا لو هو مارجنال كليزيون بيعمل له سكرابينج مودريت بنعمل له انسيشن وبعد كده سكرابينج مالتيبل كليزيون بنضطر نشيل الترسس مع الكونجنكتيفا لكن احنا مثلا هنا عيان زي ده فرض ان هو مالتيبل كليزيون يعني عنده في كذا مكان هنيجي نعمل له عمليه هنشيل جزء الترسس من الترسس والكونجنكتيفا من ورا لكن احنا لما نشيل الترسس طبعا الترسس مثلا هو الترسس عامل كده لو مثلا شيلنا العين الترسس عامل بالمنظر ده فاحنا لما نيجي نشيله مش هنشيله لحد الاخر هنسيب الجزء دوت يعني مثلا هنيجي نشيل الترسس مثلا الجزء اللي هنلونه بالاسود معناه ان هو اتشال خلاص هنيجي نشيل الترسس نشيل كده نشيل الاجزاء دي كلها لكن انا بسيب الت... الحته التحتانيه ديت هنا عشان تحافظ على شكل الجفن لان انا لو شلتها ممكن الجفن الجلد اللي عليه دوت يخش لجوه بالمنظر ده ما عادش في حاجه ماسكاه ما عادش في حاجه شداه فيعمل عندي نوتشنج عشان كده انا بشيل كل الترسس لكن بسيب الحته التحتانيه عشان يحافظ على شكل الجفن ده بالنسبه للانفلاميشن في الايليد